أبو سلطان، موضوعنا عن أرض فدك. نعم. إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أريد منك سؤال، سوف أسألك سؤالين. أول سؤال، على ماذا استندت فاطمة رضوان الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، على ماذا استندت أن تذهب إلى أبي بكر وتطالبه بالميراث؟ هذا أولا. السؤال الثاني، ما حكم من يغضب فاطمة؟ وأرجو النقاش بيني وبينك، لك كامل الوقت تجيبني على هؤلاء السؤالين. على ماذا استندت فاطمة من القرآن الكريم أو من السنة النبوية عند ذهابها تطالب أبي بكر ميراثها من أبيها بعد وفاة النبي؟ وما حكم من يغضب فاطمة؟ أنا سوف أعمل لنفسي كتم وأرجو منك الإجابة، تفضل. طيب، أما على ماذا استندت صلوات الله عليها فهي لا تستند إلى شيء، فهي أن الزهراء صلوات الله عليها ليست بحاجة إلى أن تستند. الزهراء صلوات الله عليها هي سيدة نساء العالمين، هي الصديقة المصدقة. فنحن نقلب عليك الأمر، نقول على ماذا استند أو من أين جاء أبو بكر بهذا الحديث المزعوم الذي كذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. من أين جاء بهذه الكذبة وبهذه الفرية على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الزهراء هي المصدقة، سيدة نساء العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله بأصح الأحاديث، فاطمة بضعة مني، يعني هي البضعة، وهي سيدة نساء العالمين، وهي سيدة نساء أهل الجنة، ليست بحاجة إلى أن تأتي بدليل أصلا. نحن نقول أبو بكر من أين جاء بهذا الحديث الذي كذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أما ذهابها صلوات الله عليها فهي تريد حقها. حينما أجمع أبو بكر وعمر على غصب فدك ذهبت تطالب بحقها، نحلة نحلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ابنته في حياته، مما لم يوجف فيه بخيل ولا ركاب، فأعطاها أرض فدك وأعطاها أراض أخرى من جملتها أرض فدك، وهي الأرض الشاسعة التي تكون بين المدينة وخيبر أو في خيبر في تلك المنطقة. أبو بكر كذب هذه الكذبة، من أين جاء أبو بكر بهذه الكذبة؟ يعني الآن هذا السؤال المنطقي وهذا السؤال البدهي. رسول الله صلى الله عليه وآله مفترض أن يوصي من ويقول لهم أني لا أورث ما تركته صدقة. مفترض أن يكون أو أن يعلم هذا الأمر من أول الناس، من يكون مفترض أن يعرف بهذا؟ المفترض أن تكون بنته، وريثته، أهل بيته، نساءه مثلا، هؤلاء الذين معه. سبحان الله، الأبعد أبو بكر يعلم بهذا الحديث المزعوم يعني، وابنته بضعته لا تعلم، وهي الوريثة، وهي التي سترث أباها. كان مفترض من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحدث ابنته، يقول لها إن لا نورث ما تركناه صدقة، فكل ما عندك، كل ما عندنا أو ما عندي يكون لا يكون ورثا، فلا ترثين شيئا. لكن أبا بكر قد كذب. ومن الذي روى غير أبا بكر؟ فأبو بكر هو الكذاب، هو الذي كذب في هذه المسألة. والزهراء صلوات الله عليه حينما ذهبت إليه حاججته بالقرآن، وورث سليمان داود، أفي كتاب الله ترث أبي ولا أرث، أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا. القرآن الحكيم ما نفى أن النبي أو الأنبياء لا يورثون، فاحتجت عليه صلوات الله عليها بالقرآن. أما هو بماذا احتج؟ بحديث مكذوب لا لم يسمعه أحد.
وكما قلنا هذه الأرض جاءت نحلة من رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال حينما نزلت الآية الكريمة وآتي ذا القربى حقه. وتجد في مصادركم قبل مصادرنا ارجع إلى مصادركم في تفسير هذه الآية، يقولون رواية عن ابن عباس وغير ابن عباس حينما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وآله نحل هذه الأرض إلى ابنته فاطمة صلوات الله عليها. فإذا السؤال هو على كيف، من أين جاء أبو بكر بهذه الكذبة الصلعاء؟ هذا شيء. أما سؤالك الثاني إذا تعيد مرة أخرى، ما هو ذا كان السؤال؟ سؤالك الثاني، ما حكم من يغضب فاطمة؟ ما حكم من يغضب فاطمة؟ فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. الذي يغضب زهراء فهو يغضب الله، غضب الله غضب رسول الله وغضب الله، يعني مآله نار جهنم. وأبو بكر أحسن. كما تقول الروايات عندكم في صحيح البخاري وغيره أن الزهراء عليها السلام ماتت وهي غاضبة على أبي بكر، فأبو بكر من أهل جهنم. تفضل. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أولا سألته سؤالين للشيخ أبو سلطان، على ماذا استندت فاطمة عند ذهابها إلى أبي بكر تطالبه في ميراث أبيها، وما حكم من يغضب فاطمة؟ فالشيخ أبو سلطان جزاه الله خير قال بعدة مصادر، أو ذكر مصادر أو ذكر روايات عدة، بأن فاطمة ذهبت تطالب أبي بكر، أبي بكر كذب على رسول الله، قال بأن هذا الحديث مكذوب عن رسول الله، ولكن ليس مكذوب يا عزيز. عندنا في كتاب صحيح بخاري المجلد الثاني صفحة شقد أو لا، صحيح بخاري نفتح الصفحة أمام الناس حتى لا يقضوا، هذا كتاب صحيح بخاري، يقول حدثني، يقول حدثنا أبو بكر قال فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة. فأبي بكر سمع حديثا للنبي. طيب هل هذا الحديث عندما قاله أبا بكر لفاطمة وعلي سمع هذا الحديث من فاطمة، هل هؤلاء وافقوا على حديث أبي بكر؟ بكل صراحة نعم. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب تولى الخلافة، والحسن بن علي رضوان الله عليه سيد شباب أهل الجنة تولى الخلافة بعد أبيه بستة أشهر، فلماذا لم يسترجعوا أرض فدك ما دام هي حق لهم وهو أرض وهو شيء مستحق لآل علي؟ أما قولك بأن فاطمة رضوان الله عليها استندت من كتاب الله على قوله تعالى وورث سليمان داود، فعندك يا عزيزي شيخ أبو سلطان كتاب الحجة في الكافي الصفحة 133 الحديث الثالث، يقول محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبيد الله بن محمد عن عبد الله بن القاسم عن زرعة بن محمد عن المفضل بن عمرو قال قال أبو عبد الله عليه السلام، هذا أحد المعصومين، إن سليمان ورث داود وإن محمد ورث سليمان وإن ورثة محمد وإن عندنا ركز وإن عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وتبيان ما في اللوح. قال قلت إن هذا لهو العلم، قال ليس هذا هو العلم، إن العلم الذي يحدث يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. عندك في الكافي يقول بأن الميراث الذي كان مذكور في القرآن الكريم هو ميراث العلم عزيزي أبو سلطان وليس ميراث الأرض. فلماذا علي والحسن رضوان الله عليهم لم يسترجعوا أرض فدك بعد وفاة عمر وأبي بكر وعثمان ما دام هو حق لهم؟ ما دام هو حق لهم. سألتك سؤال، ما حكم من يغضب فاطمة؟ فقلت في أن من يغضب فاطمة فهو في النار. زين عزيزي أبو سلطان، عندك في كتاب أجلاء العيون سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وابنته الزهراء والأئمة الاثنى عشر تأليف العلامة الكبير والمحدث الشهير السيد عبد الله شبر،
هذا يقول الجزء الأول صفحة 168، يقول: وروى الصدوق في العلل بإسناد معتبر عن عمرو بن أبي المقداد وزياد بن عبيد الله قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: يرحمك الله، هل تشيع جنازة بالنار ويمشي معها الرجل بمجرى وقد قيل أو غير ذلك مما يضئ به؟ فقال فتغير لون أبا عبد الله عليه السلام من ذلك واستوى جالسا، ثم قال: جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وقال: يا فاطمة، أما علمت أن علي قد خطب بنت أبي جهل؟ فقالت: حقا ما تقول. فقال: حقا ما أقول 3 مرات. فدخلها من الغيرة ما لم تملك نفسها، وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على النساء الغيرة وكتب على الرجال الجهاد، وجعل للصابر المحتسب منهن من الأجر مما جعل المرابط المهاجرين في سبيل الله. زين. قالت: فاشتد غم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله من ذلك، وبقيت متفكرة حتى أمست وجاء ليل، وحملت الحسن على عنقها الأيمن والحسين على عنقها الأيسر، وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيد فاطمة، زين، فأخذتها إلى بيت أبيها محمد صلى الله عليه وآله، إلى آخر الحديث. كمل الحديث، أنا أسمعك. فقال: قم يا أبا تراب، فقال: قم يا أبا تراب، أما علمت أن فاطمة بضعة مني، فمن آذاها بعد فقد آذاني. قبل ذلك أريدك ترجع: وجعل للمحتسبة الصابرة منهن من الأجر ما جعل للمرابط والمهاجرين في سبيل الله. اشتد غم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وبقيت متفكرة حتى أمست وجاء الليل، وحملت الحسن على عنقها الأيمن والحسين على عنقها الأيسر، وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى، ثم تحولت إلى حجرة أبيها، فجاء علي فدخل حجرته فلم يرى فاطمة، فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما هي، فاستحيا أن يدعوها من بيت أبيها، فخرج إلى المسجد يصلي فيه فيما شاء الله، ثم جمع شيئا من كسيب المسجد واتكأ عليه، فلما رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله ما بفاطمة من الحزن فأفاض عليها الماء، ثم لبس ثوبه ودخل المسجد، فلم يزل يصلي بين الراكع والساجد، وكلمته صلى ركعتين، دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحزن. زين، خلنا نكمل عزيزي. والغم، وذلك أنه خرج من عندها وهي تتقلب وتتنفس صاعدة، أي تأخذ نفسها، يعني تشتد الغم فيها. زين، ها هي، فقول إلى آخرها. زين، فجاء النبي فقال: قم يا أبا تراب. كمل. فلما رآها، أريد لا تقتطع من الرواية أي شيء، وتتنفس الصعدة. فلما رآها النبي محمد صلى الله عليه وآله الحسن وحملت فاطمة، لا شنو هي، فلما رآها النبي إنهم لم يمهلوها أنهم وليس لها قرار، قال لها: قومي يا بنية. فقامت فحملت الحسن وحملت فاطمة الحسين، وأخذت بيد أم كلثوم، فانتهى إلى علي وهو نائم، فوضع النبي صلى الله عليه وآله رجله على رجل علي فغمزه وقال: قم يا أبا تراب، فكم ساكن أزعجته، ادعوا لي أبا بكر وعمر من دارهم من مجلسهم وطلحة. فخرج علي فاستخرجهم من منازلهم واجتمعوا عند رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، أما علمت أن فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاها بعد موتي كأن كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كأن كمن آذاها بعد موتي. فقال علي بن أبي طالب: بلى يا رسول الله، فما دعاك إلى ما صنعت؟ فقال علي: والذي بعثك بالحق نبيا ما كان مني مما بلغها شيء ولا حدثها بها. ها هي، ولا حدثت بها نفسي. الآن
زين كمل. فاطمة عندما غضبت كمل 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 هاي الرواية انتهت. لا ما انتهت الرواية لها تتم كمل. والله انتهت هاي هي الورقة لا أمامي لا وانتهت. انتهت انت هاي هي الرواية تقرأ. تحب تفتح لك كاميرا تشوفها ما عندي لا أي إشكال. لا زين أنت كمل الرواية. لا كمل الرواية كمل الرواية ما أتركك كمل الرواية. رواية لم تنتهي هنا. هذه الرواية أمامك. لا ما انتهى. جلال عيون المجلد الأول هاي خلصت الرواية. ترجع إلى أن طلع علي والذي بعثك بالأقنبيا ما كان مني ما يبلغها شيء ولا حدثها بها. هاي هي الرواية. رواية لها تتم. أنت لا تقتطع. هذا إذا ما جايب ما محضر الرواية إذا لم تكن محضرا إلى الرواية بتمامها فهذا يعني أنك تريد أن تدلس. اقرأ انتهت الرواية. لا ما انتهت الرواية. شنو بقيت؟ أتحداك. شنو بقيت؟ كمل الرواية. أتحداك عن عند الجميع. أرجع أكمل الرواية ولكن سيتبين لك. أنا أقول لك انتهت إيه؟ الرواية إلى لا ما انتهت الرواية. بالعقلبية ما كان مني ما بلغها لها 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 تتم. الرواية لها تتم بإمكان الجميع الآن على رؤوس الأشهاد أن يرجعوا إلى أي مصدر من مصادر الإنترنت الموجودة يجدونها الرواية بتمامها بعد أن قال علي عليه السلام ما كان مني مما بلغا شيء ولا حدثت بها نفسي فقال النبي صدقت وصدقت ففرحت فاطمة عليها السلام بذلك وتبسمت حتى رؤي ثغرها فقال أحدهما لصاحبه أي أبو بكر لعمر إنه لعجب لحينه ما دعاه إلى ما دعانا هذه الساعة قال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي فشبك أصابعه بأصابعه فحمل النبي صلى الله عليه وآله الحسن وحمل الحسين علي وحمل الحسين عليا وعلي وحملت فاطمة أم كلثوم وأدخلهم النبي بيتهم ووضع عليهم قطيفة واستودعهم الله ثم خرج وصلى بقية الليل فلما مرضت فاطمة مرضها الذي ماتت فيه أتياه عايدين واستأذنا عليها فأبت أن تأذن لهما فلما رأى ذلك أبو بكر أعطى الله عهدا ألا يظله سقف بيت حتى يدخل على فاطمة ويتراضاها فبات ليلة في البقيع ما يظله شيء ثم إن عمر أتى عليا عليه السلام فقال له إن أبا بكر شيخ رقيق القلب وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الغار فله صحبة وقد أتيناها غير هذه المرة مرارا نريد الإذن عليها وهي تأبى أن تأذن لنا حتى ندخل عليها فنتراضى فإن رأيت أن تستأذن لنا عليها فافعل قال نعم فدخل علي عليه السلام على فاطمة عليه السلام فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت وقد تردد مرارا كثيرا ورددتهما ولم تأذني لهما وقد سألاني أن أستأذن لهما عليك فقالت والله لا آذن لهما ولا أكلمهما كلمة من رأسي حتى ألقى أبي فأشكوهما إليه بما صنعاه وارتكباه مني فقال علي عليه السلام فإني ضمنت لهما ذلك قالت إن كنت قد ضمنت لهما شيئا فالبيت بيتك والنساء تتبع الرجال لا أخالف عليك بشيء فأذن لمن أحببت فخرج علي عليه السلام فأذن لهما فلما وقع بصرهما على فاطمة عليها السلام سلما عليها فلم ترد عليهما وحولت وجهها عنهما فتحولا واستقبلا وجهها حتى فعلت مرارا وقالت يا علي جاف الثوب وقالت لنسوة حولها حولنا وجهي فلما حولنا وجهها حولا إليها فقال أبو بكر يا بنت رسول الله إنما أتيناك ابتغاء مرضاتك واجتناب سخطك نسألك أن تغفري لنا وتصفحي عما كان منا إليك قالت لا أكلمكما من رأسي كلمة واحدة أبدا حتى ألقى أبي وأشكوكما إليه وأشكو صنيعكما وفعالكما وما ارتكبتما مني قالا إنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك
فاغفري واصفحي عنا ولا تواخذينا بما كان منا. فالتفتت إلى علي عليه السلام وقالت إني لا أكلمهما من رأسي كلمة حتى أسألهما عن شيء سمعاه من رسول الله، فإن صدقاني رأيت رأي. قال اللهم ذلك لها، وإنا لا نقول إلا حق ولا نشهد إلا صدق. فقالت أنشدكم الله، أتذكران أن رسول الله صلى الله عليه وآله استخرجكما في جوف الليل لشيء كان حدث من أمر علي؟ فقالا اللهم نعم. فقالت أنشدكما بالله، هل سمعتما النبي صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني وأنا منها من آذاني فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها بعد موتي فكان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي؟ قال اللهم نعم. قالت الحمد لله، ثم قالت اللهم إني أشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنهما قد آذياني في حياتي وعند موتي، والله لا أكلمكما من رأسي كلمة حتى ألقى ربي، فأشكوكما بما صنعتما بي وارتكبتما مني. فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال ليت أمي لم تلدني. فقال عمر عجبا للناس، كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ قد خرفت، تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاها، وما لمن أغضب امرأة؟ وقام وخرج. هذه تمام الرواية، ويتبين كيف أن هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وإخراج أبي بكر من بيتهما واستدعائهما كان لهذا الغرض، أنهما اللذان آذيا الزهراء عليها السلام وأغضبها، ليس أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ لأنك حينما قرأت الرواية في بدايتها قال جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة عليها السلام، ونحن لا نعلم في عقيدتنا أن أهل البيت عليهم السلام لطالما يفعلون مثل هذه الأمور التصاوير حتى يعطون هذا المعنى. فأبو بكر وعمر وطلحة وهؤلاء الذين استدعيوا هم المعنيين بهذا الحديث، لا أمير المؤمنين الذي لم يغضب الزهراء صلوات الله، ولم يقل ولم يحدث كما تقول الرواية وأنت نطقت بها، ما حدثت به نفسي قال، فكيف يغضب الزهراء صلوات الله عليه؟ أما الثابت في عندنا وعندكم في أصح مصادركم أن الزهراء عليه السلام، أن أبا بكر قد أغضب الزهراء عليه السلام، هذا هو الثابت. أما علي عليه السلام ليس بثابت أنه قد أغضب الزهراء عليه السلام. فإذا أنت المطالب الآن بماذا تقول في أبي بكر الذي هو ثابت عندك أنه قد أغضب الزهراء؟ تفضل. زين، أولا عزيزي أبو سلطان، عندما ذكرت لك هذه الرواية، هل الله عز وجل يغضب فور غضب فاطمة؟ الآن قبل هذا السؤال، الآن ماذا تقول في الأحد؟ لا 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 لا، ليس من حقك الآن. أول الكلام أنت سألت، قلت ما حكم من يغضب الزهراء عليها السلام؟ وأجبنا. جئت بهذه الرواية وبترتها، تريد أن تدلس على الآلاء، بترتها بترتها لأن هذه الرواية بتمامها ويمكن أي أحد الرجوع إليها الآن. أنت ما جئت تريد ماذا تقول؟ تريد أن تقول أن علي عليه السلام، تريد أن تقول علي عليه السلام قد أغضب الزهراء. تبين الرواية واضحة، جاء شقي من الأشقياء، بعد ذلك علي النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام، وقال له أنا ما قلت شيء وما حدثت ذلك بالنفسي. فإذا أن أمير المؤمنين بيّن براءته أنه لم يغضب الزهراء عليه السلام. الآن الثابت، أنا أعيد أطرح عليك السؤال، ماذا تقول في أبي بكر الذي هو ثابت عندك أنه قد أغضب الزهراء كما هو في صحيح البخاري؟ جاوب. زين، ما هو الغضب؟ زين، الله يغضب على باطل؟ الله يغضب على باطل؟ ليس باطل، ليس باطل، من قال باطل؟ زين،
زين، لماذا علي لم يسترجع عرض فدك بعد موت أبي بكر العمر؟ هذا أنت يلا سألت، إذا هذا مو باطل. نعم أنت سألت هذا السؤال قبل هذه الرواية، لأنك أولا قلنا بترت الرواية، فكان حقا أن أجيبك وأبين لك هذه المسألة. أما إذا سألت هذا السؤال لأنك ترجعني إلى سؤالك الأول الذي هو لماذا لم يسترجع أمير المؤمنين عليه السلام أرض فدك، لأنهم عندهم أهل البيت عليهم السلام هذه الأمر، إن أهل بيت لا نسترجع ما أخذ من عندنا غصبا، مضمون الحديث الشريف. النبي صلى الله عليه وآله يعني أهل البيت عليهم السلام لا يسترجعون شيئا أخطب منهم، صح؟ نعم إيه أحسن. زين، عندك بأن الولاية اغتصبت من علي بن أبي طالب، فكيف علي يسترجع الولاية ولم يسترجع عرضه؟ الولاية لم تغتصب الولاية، الإمامة ما اغتصبت، اغتصب الحكم. اغتصب الولاية من أمير المؤمنين حديث بيعة الغدير. أما الإمام هو إمام، الإمامة ليست هي أن تستنزع. هل رأيت أحدا يستنزع النبوة؟ هل وجدت احدا يستنزع النبوة؟ انت في عقيدتك ملازم علي بن ابي طالب هو اول الامام بعد وفاة رسول الله، هو هو, هو 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 الامام سواء كان حكم ام لم يحكم، هو اخذ الحكم الذي ما حكم امير المؤمنين عليه السلام. لانه في عقيدتك بان علي بن ابي طالب يكون وليا للمؤمنين بعد وفاة احمد، انت تخلط بين اميرا لهم، هو امير المؤمنين شاء من شاء وابى من ابى، هو الاول. زين احسن، ما اختلافنا هنا. انت عندك في العقيده بان ابا بكر، انت خلطت بين امرين، اغتصب الولايه من علي بن ابي طالب، اغتصب الحكم. فكيف علي بن ابي طالب يسترجع الولايه بعد ان اغتصبت منه ولم يسترجع عرضه؟ الحكم. افهم، لا فرق بين المسالتين، تحتاج الى ان نعلمك المقدمات قبل ان تسال مثل هذه المساله. الحكم هو الذي اغتصب من أمير المؤمنين عليه السلام، لا الخلافة لا الإمامة، لأن هذا الأمر أمر إلهي. لا تجد أحدا يقول أن هنالك من نبي من أنبيان قد اغتصب منه النبوة، تغتصب منه الحكم أنه ما حكم. نعم لظروف ظاهرية ما تمكن أمير المؤمنين أن يحكم، لا أنه انتزعت منه الإمامة، ما مواصفات الإمامة، لم تنتزع منه الإمامة. الإمامة شأن من الله سبحانه وتعالى، إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعلك للناس إمامة. الإمامة شأن من شؤون الله سبحانه وتعالى. الآن النبي أمير المؤمنين عليه السلام جاءوا رجعوا إليه وبايعوه وحكم هذه الخمس سنوات، وبعده جاء الإمام الحسن عليه السلام. ما استرجعوا لأنهم لا يسترجعون ما أخذ منهم غصبا، هذا هو الجواب. نشكرك يا أحمد على مداخلتكم، نشكركم. أخذت وقت طويل وعندي أسئلة، أوقف باب الاتصال لأن عندي أيضا أسئلة كثيرة. وأما قولك أنه أنه جئت أيضا بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أو أحد الأئمة عليه، نعم الإمام الصادق عليه السلام في تفسيره الآية وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، نعم. وقلت أنه جئت بهذا الحديث أنه هذا تقول مفاد، وأن هذا التفسير معناه أنه ميراث العلم، فنقول لك ذكرت شيئا وغابت عنك أشياء من جملة الأمور العلم، ومنها أيضا المال وما شابه ذلك من ميراث النبوة وميراث الأنبياء. عندنا حديث عن الأنبياء، الحديث عن أئمتنا عليهم السلام، يقولون لا تقولن للشيء أنه ورد في شيء واحد. يعني ماذا؟ يعني هنالك تعدد مصادق إلى الآية القرآنية، قد يكون هذا في جنبة الإمام الصادق عليه السلام ذكر جنبة العلم، وأيضا هنالك روايات تذكر جنبة أخرى. من جملة ذلك مثلا هذه الرواية، التي تذكر أنه
نعم، هذه الرواية التي هي أيضا هي عن الإمام الجواد عليه السلام. قال الراوي يقول له: إنهم يقولون في حداثة سنك، فقال: إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام أن يستخلف سليمان وهو صبي يرعى الغنم، فأنكر ذلك عباد بني إسرائيل وعلماؤهم، فأوحى الله إلى داود عليه السلام أن خذ عصا المتكلمين وعصا سليمان واجعلها في بيت واختم عليها بخواتيم القوم، فإذا كان من الغد فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة. فأخبرهم داود عليه السلام فقالوا: قد رضينا وسلمنا. ليست هذه الرواية، رواية التي هي في ميراث النبوة، التي فيها أن الأئمة عليهم السلام ورثوا ميراث النبوة، عصا موسى عليه السلام. أنت صوت أن يذكر عصا هنا، عصا موسى، فيها عصا موسى، الصحف، الزبور، آل داود، كل هذه الأمور هذه أيضا تتعلق بالميراث. هو أيضا تتحدث الرواية أو الآية أيضا لها جنبة في العلم، تتحدث أيضا جنبة عن الميراث، هذه الأمور التي يتركها النبي، أي نبي له ميراث، فهي عند الأئمة عليهم السلام. وأمر آخر، إذا قلت أنه ميراث العلم حتى على هذا الأمر، نقول لك إذن الزهراء عليه السلام ورثت من أبيها النبي صلى الله عليه وآله العلم، فهل معلوم، فهل يعني من المعقول أنها ورثت العلم من النبي صلى الله عليه وآله وما علمت أنها لا تورث؟ أليس هذا تناقض في المسألة؟ مفترض أن تكون عالمة بهذه المسألة لأنها ورثت العلم، فكيف غاب عنها ذلك؟ هذا من الجهل، من عدم الفهم. والآية كما قلنا والزهراء صلوات الله عليها قالت هذا الأمر، فإذا معنى لهنالك تعدد مصادق، الزهراء هي حجة أيضا وتفسيرها يؤخذ به، ليس فقط الأئمة عليهم السلام، الزهراء مقامها أعظم من الأئمة عليهم السلام، هم يقولون نحن حجج الله وأمنا فاطمة حجة علينا، فما قالت الزهراء هو الصحيح لا شك ولا ريب، وقولهم الأئمة عليهم السلام صحيح في الجنبة الأخرى، فليس هنالك تناقض، ليس هنالك تعارض في المعنى. لها الآية لها عدة مصادق، لها عدة معاني، فهل تختزل الآية في معنى واحد؟ ليس لك هذا، لا تقولن للشيء أنه نزل في شيء واحد. فالزهراء صلوات الله عليها هي المحقة، وأنت وقفت مع أبي بكر، شوف شلون كيف تدافع عن أبي بكر، وتريد ماذا؟ تريد أن تبين مع يعني مع الأسف الشديد وصلنا إلى هذا الزمان، أنك تريد ماذا؟ أن تبرئ ساحة أبي بكر وتجعل من أمير المؤمنين هو الذي أغضب الزهراء عليه السلام، وهو ليس بثابت، الثابت هو هذا عندك صحيح البخاري، نحن الآن برأنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية التي أنت بترتها وما قرأتها كاملة، وتريد إيه الشاهد؟ لا، الرواية لها خصوصية، لها سبب، ما الداعي؟ هم كانوا يتساءلان أبو بكر وعمر، كل واحد يقول لصاحب ما الداعي لأن أخرجنا في هذا الليل؟ الداعي هو هذا، إياك أعني هكذا جاء يعني هذه الرواية بهذا المعنى، إياك أعني يا علي واسمعي يا جارة، اسمع يا أبو بكر ويا عمر، أنتم المخاطبون بهذا الحديث، أنتم الذين أغضبتم الزهراء عليها السلام، هذا هو المعنى، لا أن علي عليه السلام قد أغضب الزهراء، ولا معنى أن فاطمة قد غضبت على أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، لكن أمة لا تتدبر، أمة عاصية، أمة ناصبية. هذا كل ما ورد في هذا النقاش، ويتبين للمشاهدين أنه هذا الإنسان ضعيف، فقط يريد اللجاج والمجادلة
ويتبين أنه كيف هذا بتره إلى هذا الحديث، يتبين أنه ما أراد إكماله لأنه سوف يتبين فضيحة أبي بكر وعمر على رؤوس الأشهاد. وكان عند الظاهر، كان عند بث الظاهر على اليوتيوب، من يوتيوبرية هذا الظاهر.